اخيب حاجه تقدر توقع لك في المغرب مش هي انك تزاد فقير، مش هي انك تزاد باعاقه، هي انك تزاد امراه. احنا في المغرب ما تربيناش على ليغولاسيون، ما تربيناش على لابور. فيسبوك وانستغرام ولا كيلعب واحد الدور كبير بزاف في حياتنا، ولا كيشكل واحد الخطر على النفسيه ديال بنادم. لي بريزونطاسيون دو باز، محمد امين زروتي 25 ans من جديده 1955، ليسونس اون دووا بريفي و اكطوالمون بريزيدون داسوسياسيون، و كندير دي فيديو سور انستغرام اي سور فيسبوك. ان فيت لاحظت ان في انستغرام ويوتيوب كاينين بزاف ديال صانعين المحتوى، ولكن هذاك المحتوى برينسيبالمون كان اما ضحك اما مقالب اما تبسيط ديال الثقافه ولا سيونس ايتترا، وقليل الناس اللي كيعطيو اراء وكيدوي على المواضيع اللي كاينين في المجتمع ديالنا. سيتادير واحد الوقت قلت اجي نحيدو الضحك وندويو على مواضيع ديال بصح اللي كتقيس الناس واللي بزاف ما كيقدروش يدويو عليها. رضوى الشربيني جو بونس با، علاش؟ حيت انا كتجيني بيرسونيلمون رضوى الشربيني بحال كتلعب على العواطف، و سي با اون ريغيرش سوسيولوجيك و بسيكولوجيك ديال هاد المواضيع. حيت ملي كندويو مثلا على لا ريلاسيون اوم اي فام، عندها تيرمون ديال الابعاد ا تريتي ان ا ان، ما نقدروش غير نبسطهم ونقولو بلوك بلوك. لاحظ ان بزاف ديال المغاربه كيعيشوا نفس لي بروبليم، استاجير من كندوي على لا ريلاسيون اوم اي فام ولا غير لا ريلاسيون اونت خامي، كنلقاو ان بزاف ديال الناس كيعانيو من نفس المشاكل، لي ريلاسيون توكسيك، لا جالوزي، لو مانك دو كونفيونس ان سوا. دونك بزاف ديال المواضيع كيتعاودوا، ومن كيتعاودوا تماك فين سي انتريسون انك تدوي عليهم وتشرح على الاسباب ولي كونسيكونس وكيفاش الناس يقدروا يعالجوا هاد المشاكل اللي كيعيشوا في دي ريلاسيون ديالهم، كيل سوا اميكال ولا اموغوز. Je pense que les messages les plus choquants me kanouch عندهم علاقه بلي ريلاسيون، c'était plus les témoignages de viol، الاغتصاب اللي كيوقع في الداخل ديال الاسره. هاد لي ميساج هما اللي ايمون ماركي تاع بصح، علاش؟ حيت عليهم واحد الصمت وعليهم واحد التستر اللي خايب بزاف، وهذا الموضوع نقدروا نعالجوه من بزاف ديال الابعاد، دينيا، سوسيولوجيا، وثاني بسيكولوجي، ايدوكاسيون ايتترا. وهذا الموضوع نورمالمون خاص المغرب كامل يناقشوا، وخاصنا كامل يلقاو حلول ليه. فيت من كتبغي دير مثلا كوتشينغ ديفلوبمون بيرسونيل، انا مثلا ماشي كوتش، ولكن باش دير كوتشينغ ديفلوبمون بيرسونيل يا با دو ديبلوم، كاين دي فورماسيون، حيت ما كاينش ديبلوم ديال الحياه. كاين شي حوايج تعلمتهم انا في الحياه ديالي، كاين شي حوايج تعلمتهم من صحابي، وكاينين ابحاث اللي خاصك تقرا عليهم توسكي بسيكولوجيك باش تفهم الانسان كيفاش كيتفاعل مع داكشي اللي كيعيش. ومن هذا الشيء كتعطيك واحد لا فيديو اللي كتبها لبنادم ساهله وانها كتضحك على لي ريلاسيون توكسيك، ولكن ديغيير كاين ان فري ايفور دو ريغيرش. علاقه بلاج، نقولوا لا كونتيتي نو في با لا كاليتي. دوزيامون كونط اوني كوريو وكنبغيو نستافدو ونتعلمو، كنتعلمو من قصص الناس وكتحاول تستنتج منهم بحال كيما كيقولوا بلونغلي باترنز، سيتادير شي حوايج اللي كيتعاودو. الناس كيفاش كتقاس الثقه في النفس ديالهم من بعد علاقات ايتترا، وبلا ما تعيشهم كديت كتعلم منهم. قال لك لانتيليجون ابخون دو سي زيرور، ولكن لي جيني ابخين لي زيرور دي زوتر، دونك ما محتاجش تعيشهم. دابا كونط اون بارل دو لا بيدوفيلي، انا بالنسبه ليا الخطر شنو هو؟ ان هادوك لي زونفون ما عارفينش شنو كيعيشوا، ما عارفينش انه سي ان اكت سيكسوال. علاش؟ حيت ما ترباوش على انه هادي راه شنو كتعني. دونك كاين اللي كيسحاب ليه غير لعب، كاين اللي كيسحاب ليه هذاك الشيء راه سي نورمال وما كيقدرش يعاودو من الوالدين، كاين اللي كيزعموا كيعاودو من الوالدين. هادشي اللي كنقول لك مثلا سي دي فري تيمونياج اللي وصلوا لي، ما كيجيو يعاودو هادشي لوالديهم، والديهم سوا اي لي برين با او سيريو، سوا كيتستروا على هذاك الشيء باش ما يوقعوش مشاكل داخل ديال العائله سو لو كوفير ديال الحشومه، وهذيك الحشومه كتخلي هذاك الطفل يبقى بهذيك ليكسبيريونس حياته كامله ويديها معاه وهو ادولت، وهذا الشيء كياثر على النفسيه ديالو تاع الطفل. الزواج دان بوان دو فيو ليغال، دان بوان دو فيو قانوني، سي ان كونترا، سي ان كونترا دو مارياج. On peut pas signer un contrat la ma kanach arfin l'objet dial had le contrat. Mimkanch ngol lak signer wahed le contrat w enti ma arfach hadak le contrat alach kidwi. C'est pareil pour le mariage. Mimkanch tsni anak ghadouz hayatk ma wahed chachs
وانت ما عارفوش كيفاش كيرياجي في المشاكل ديالو، شنو هما ليجين ديالو، شنو هما بزاف ديال لي ديتاي كيانفلو على لا في دو كوبل اللي ما يمكنش الوالده ديالك ولا خالتك هي ديسيدي فيهم على في بلاصتك. En gros, il y a plusieurs histoires dans le livre de l'Hébrologue. Il y a une histoire que j'ai achetée personnellement. Par exemple, il y a le chapitre sur les ultras. Les ultras, quand j'ai dit que ça a eu un problème avec les ultras, et j'ai entré en contact avec des noyaux de plusieurs ultras, et j'ai regardé les activités de l'homme, pour savoir comment ça va, et quels sont les principes de l'homme. Il y a une histoire sur la siyasa, qui est dans le cadre de l'homme de l'homme de l'homme siyasi. J'ai découvert et j'ai regardé ces gens qui ne sont pas en force. Et il y a des sujets qui ne sont pas forcément معاشتهم بحال لي غولاسيون ا ديستانس بحال مثلا سي تري ديفيرون تري فاري قصص ديال الناس اللي فيهم الخبره. كان اول مبيع على الانترنت في المغرب دونك هاد لي ستاتستيك دارهم لو ديستريبيوتور ديالنا اللي كيبيع بزاف ديال الكتب وفي هذاك لو كلاسمون ديالهم لقاو ان الكتاب ديال الخبرولوج هو اللي تباع لو بلوس سور انترنيت هذاك العام و اي سو فوندي ا 50 درهم سي تادير كو واحد الثمن اللي مناسب لي جون واللي عنده واللي ما عندوش. دابا لو بروبليم سي كو الكتاب ديال الخبرولوج درتو اون اوتو اديسيون سي تادير كو ما كانش عندي واحد دار النشر. علاش؟ pour plusieurs raisons. Donc, c'est un des choses que je mets flou, c'est pas bon. C'était de l'auto-édition, boîte de l'équipe. Donc, il a brisé un deuxième livre, parce qu'il est forcément en relation avec une maison d'édition. Et là, je l'ai avec grand plaisir. Quel métier? D'abord, un ce que j'essaie de faire, brisé ce boîte de l'équipe, les pages radicales sont un recueil et là les relations amoureuses sont marquées. علاش حيت سي تان دومين اللي كيتعاش بورطون الناس ما مفورمينش عليه سي تاجير كحنا عندنا العادات والتقاليد ديالنا بورطون كنتفرجوا في المسلسلات ديال الغرب كنسمعوا موسيقى في الراديو ديال حبي هادي الناس كيعيشوا دي غولاسيون اللي ما فاهمين منهم والو كيعيشوا مشاكل دو كوبل الوغ كو هما معمرهم ما شرحوا لهم هذاك الشيء وبغيت ندير بحال قلتي واحد لا غوسيت ديال لي غولاسيون ريوسي او مارو. الحمد لله جو سوي تري فيير ان واحد عندي واحد لا كوميونيتي اللي صغيره ولكن دو كاليتي حيت كنقدروا نناقشوا مواضيع اللي كيزيدوا بالمغرب القدام و دو فري سوجي دو سوسيتي مزيان نضحكوا مزيان نغنيوا مزيان نديروا المقاليب وروتيني اليومي ولكن ا مومون دوني خصنا نفكروا في مواضيع مهمه في المجتمع ديالنا ونحاولوا نلقاو حلول مجموعين كشباب.